معانا الاستاذ حسن من الفيوم، اتفضل. والله يا استاذ سامح. ازيك يا حاج حسن؟ الله يخليك يا باشمهندس سامح، الله يبارك فيك، سلام صحتك. اتفضل. دلوقتي احنا نهايه البحر عندنا فتحتين، فتحه 240 43 فدان. ايوه. وفتحه 70 فدان. الاثنين دول بيقالهم ده سنتين دلوقتي بيروحوا ميه بنسم المجاري، الغزل عملت مجاري في البحر، دلوقتي بنسم مجاري والبحر 28 فتحه واحنا نهايه البحر. طب انت فين في الفيوم يا حاج حسن الاول؟ نعم. انت فين في الفيوم؟ انا في عزبة الشركة تبع النصرية، مركز ومحافظة الفيوم. النصرية عزبة اسمها ايه؟ عزبة الشركة. الشركة. ايوه. تمام. ليه بقى الفتحتين مقفولين؟ ايه في تعديات عليهم؟ نعم. في تعديات على الفتحتين دول ولا ايه السبب ان هم مقفولين؟ فتحات الري. والله يا ليت اشتغلنا ووصلنا لاستقلنا يعني 50 مرة للمحافظ والمدير الامن والري والمدير الري وكل الوزارة، ما في ايوه جايكم خلينا المهندس يا ابني سهران يا ابن حليم، ربنا رزقنا بمهندس اسمه محمد بس يا رب يصلح حاله، جاي بيهد في الفتح دلوقتي من امبارح. يعني هو الراجل ابتدى يشتغل معاكم من امبارح بتقول؟ ايوه احنا عاوزين الفوق في الفتح يا بني، احنا فخر البحر والفلاحين بيحطوا شفاطات وبيركبوا مكنه على البحر وبيت مباشر، فاحنا ما بنطلعلهم ميه خالص. نهايه البحر في ال بنقول له عاوزين حط مواسير في الفتح عشان خاطر ويصب عليه عشان خاطر ولا يكسر الفتح ولا يدور ويحط شفاطات. ايوه انا فهمتك، انتوا اسمها عزبه الشركه في نهايه البحر. الشركه طبعا مصريه. في طبعا النصريه، وانت بتقول ان في مهندس الحمد لله من امبارح الراجل شغال. ايوه ما اقدرش اقول لك ما شغال، شغال ايوه يا بيه. ربنا يوفقه ان شاء الله وانتوا تستحقوا كده، وانا هتابع مع السيد وكيل وزاره الري علشان احنا مش عايزين المشكله دي تتكرر عندكم تاني، وعايزين يبقى في استقرار في الري. انت زارع ايه يا حاج؟ زرعت يا عم وانا على قد بس يا بيت الفتحه بقول لك 240 فدان بتاكل 10000 ناس. ايوه انا بطمن عليك انت، انا عارف ان بص مفيش فلاح بتبقى عنده مشكله شخصيه، انت بتتكلم على مشكلتك ومشكله الاهالي. الناس كلها يعني الناس اللي فاتحه فين؟ ما فيش ميه خالص، يعني من هنا ما تروحش ميه نهائي. حاضر يا حاج حسن، انا تابع مع وكيل وزاره الري وبطمنك، انت نفسك بتبلغني ان هم الناس شغالين، احنا هنتابع معاهم علشان نطمنك اكتر، بشكرك. طب ما احنا عايزين نتحط مواسير في الفتح ضروري. هنشوف هيعملوا ايه، اكيد برضو عندهم خطه بيشتغلوا من خلالها وهطمنك. حاضر. لا ما هم مش عايزين يحطوا، ما حطوش كان ما فيش حاجه برضه. طب الشفاطات برضه اديني فرصه. الناس هنا تموت بعضها بالاوامر، والله العظيم الناس يا ليه والبحر مردوم ولا فيش ميه خالص. اديني فرصه، اديني فرصه اتابع مع وكيل وزاره الري يا حاج حسن. ولا فيش بحر حتى بيجي يبني. حاج حسن، حاج حسن اتفضل. اديني فرصه هتابع مع وكيل وزاره الري ونعرف ايه الموضوع ده، مشاكله ايه وقصه المكان ده ايه بالظبط، وهرد عليك اطمنك بكل التفاصيل. بشكرك. استاذ اسماعيل من المنيا اتفضل. استاذ اسماعيل. طيب لو مش معانا يحاول مره ثانيه يا جماعه. يعني الراجل بيكلمك بيقول لك اصل انا في النهايه، والنهايه دي مش ارض انا لوحدي، دي نهايه ده في ارض مزارعين معايا. واشتكينا كتير جدا ورحنا للسيد المحافظ وبعتنا شكاوى. بس ربنا كرمنا بمهندس بيشتغل من امبارح وبيكسر في الفتحات المسدوده. طب احنا بنقول لهم يحطوا مواسير في الفتحات دي علشان ما تتسدش تاني. بس هم مش راضيين. الفلاح بيشرح لك انت المشكله بتاعته ايه وبيقول لك حلها ازاي، وبيقول لك ربنا كرمنا بواحد شغال. يعني هو لما بيشوف حد بيتعاون معاه وبيمد له ايده وبيشتغل بيعترف بكده وبيقول لك على الحقيقه. ليه احنا ما بنشوفش ان ده بيتم من غير معاناه، من غير ما الراجل ده يفضل رايح جاي ويشتكي مره واثنين وعشرة؟ انا بقول الكلام ده لان احنا في الزراعيه مباشر، احنا لسان الفلاح، احنا بنسمع من الناس وبنوصل للمسؤولين، وعندنا جانب اخر مهم جدا وهو الارشادي. طب احنا النهارده لما نتكلم على ان انا عاوز اوفر على الفلاح معاناه لان ارضه اولى بالمجهود ده يبني بلد، ده يخلينا نتقدم للامام.